تمام. السؤال التاني دلوقتي، أنا وقع عليا مظلمة من أخت زوجة أخي. هي اتهمتني، يعني ابن أخي كان لسه طفل يعني، وهو كان تعبان وكده، وأنا ماما لك الحمد يعني لحقته والحمد لله خف وكده، بس هي اتهمتني إن أنا اللي أذيته وكنت عايزة أموته. تمام، فهل دلوقتي يجوز إن أنا أدعي عليها، لأن أنا وقع عليا مظلمة كبيرة يعني. يعني امرأة اتهمتك ظلما وعدوانا بلا شبهة عندها أنك حاولت تقتلين زوجك. لا، ابن اخي. أيوة، تقتلين ابن أخيك تسميه ولا حاجة. هي قالت لي باللفظ كده، انت سقيتي الولد حاجة عشان عايزة تموتيه، مع ان انا اللي جريت بيه وانا اللي صرفت على علاجه كده يعني، واحتسبت عند ربنا يعني. لك أن تدعو على من ظلمك بقدر المظلمة والعفو أفضل، ذلك لقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جاز له أن يجهر بالسوء من القول. والسوء من القول يتمثل في أحد أمرين عند العلماء: الأمر الأول الدعاء على من ظلم، الأمر الثاني التشهير بمن ظلم. ولكن العفو أفضل، لأن الله قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا غفورا. فهو في إرشاد إلى العفو، يعني يجوز للمظلوم، فإن الله كان عفوا قديرا. أحسنت، يجوز الدعاء على من ظلم، والعفو أفضل، والله أعلم.